وفي صباح دريم اتفقنا زملائي في فريق العمل وانا انه دورنا مش هيقتصر فقط ان احنا ننزل زي ما كل مره بنقول بالكاميرا للشارع ونسمع راي المواطنين ومن ثم ننقل المعلومه او المشكله او الشكوى او غيره الى المسؤول. لا، احنا كمان هيبقى عندنا دور تاني هنوعد حضراتكم باذن الله بيه، الا وهو المتابعه. فكره انك تعمل الحاجه وتعملها فولو اب او تعملها متابعه فيما بعد. وبالتالي احنا من 3 أيام بس كنا بنتكلم مع سيادة المحافظ على هذه المشاكل اللي كان الناس كانت عايزة تطرحها على سيادته على مكتبه. النهاردة هيكون معانا على الهاتف الآن سيادة المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، علشان الحقيقة فكرة انك تسمع من المواطن وتشتغل على طول، مش تسمع من المواطن وطيب حاضر وحنعمل. تعالوا نشوف مع بعض سيادة المحافظ والشباب في محافظة الغربية بيعملوا ايه. صباح الفل يا فندم. صباح النور يا استاذة منى، ازاي حالك؟ اهلا بحضرتك سيادة اللواء. معالي المحافظ اسمح لي، مجموعة المشاكل اللي احنا استعرضناها مع حضرتك، خلينا كده نسأل على نقطتين ثلاثة منهم عشان دول اللي كان ليهم يمكن الأولوية. منشية سليمان وفكرة الفلوس اللي دفعوها عشان الصرف الصحي، والفلوس اتصرفت على الصرف الصحي بس في قرية تانية، عملنا فيها ايه يا فندم؟ طيب انا تراجعت مبدئيا، انا طبعا بشكركم على انكم تشرفتونا في محافظة الغربية وخدتوا يوم شاق جدا اثناء تواجدكم طبعا من الصباح الباكر، وطبعا اتاخرتوا بقى لغايه في ساعه متاخره من الليل لوصولكم بقى للقاهره، ودخلتوا في قريه اكوا الحصه وفي كفر الزيات، ودي في حدودنا مع محافظه البحيره، يعني كنتوا خلاص فاضل يعني حاجات بسيطه توصلوا اسكندريه. بدايه شكرا يا فندم، ده دورنا الحقيقه، اتفضل واجب علينا، اتفضل يا فندم. بالنسبة لقرية صف الصحة في ميشيل سليمان، أنا طبعا أحب يعني أنا تواصلت طبعا مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عندي في محافظة الغربية، وتبين فعلا القرية كان المفروض تخش في مع مشلة وكفر مشلة وإكوة الحصة وحصة أكوة، لكن دخلت مكانها قرية دلبشان، وده كان قبل وصولي طبعا في هذا الوقت. لكن أنا بوعدك وبوعد الناس كلها انها هتخش ان شاء الله في خطه 16 17، وتم تخصيص الارض، ودي ارض املاك دوله مش ارض اهالي عشان تبقوا برضه سعادتك في الصوره، دي ارض املاك دوله انا هخصصها ان شاء الله وانتهي اجراءاتها في خلال المجلس التنفيذي القادم، يعني في خلال هذا الشهر باذن الله هنكون خصصنا الارض وانتهينا فيها، وانا اتفقت مع شركه الميه والصرف الصحي يتم درجها في خطه 16 17، هتخش مع باقي القرى. اما بالنسبه للمبلغ اللي تم تجميعه من الاهالي، طبعا مجلس المدينه ولا المحافظه غير معنيه بجمع اي مبالغ من المواطنين. المبالغ اللي بيتم جمعها من المواطنين اللي هي لشراء قطع الاراضي اللي هيتم انشاء عليها المحطات المعالجه. المبلغ اللي تم جمعه من الاهالي ده خاص بمحطه المعالجه اللي تم جمعها من المواطنين، واشتركت فيها قريه مشله وكفر مشله واكوا الحصه، دول كلهم اتفقوا في المبالغ حوالي 2.5 مليون ده كان عشان محطه المعالجه اللي قلت لحضرتك ان هي هترفع بعد كده من المحطات الرئيسيه الموجوده. فانا المحطه دي انا تواصلت مع الهيئه، تبين ان هي مدرج لها في الخطه 125 مليون جنيه، تم صرف 31 مليون جنيه تقريبا. ده للصرف الصحي يا فندم، حضرتك بتتكلم دلوقتي عن الصرف الصحي مظبوط؟ تمام، الصرف الصحي. ممتاز، اتفضل. ان شاء الله في خلال عام ونص. في خلال عام ونصف ان شاء الله مشكله ازمه الصرف الصحي في اقوى الحصه باذن الله هتتحل ان شاء الله. ان شاء الله وايديهم على اهو ان شاء الله هتخلص باذن الله وهتم درجها في الخطه 16 17. أنا بشكر حضرتك جدا على الجدول الزمني وعلى يعني ترتيب الأفكار كده، يعني والله أسعدتنا يا فندم، والله كأنها مشكلة عندنا إحنا، لأن بجد يعني الناس بتتكلم من قلبها قوي. طيب المعاهد الأزهرية، المعاهد الأزهرية
المعاهد الازهريه. انا تواصلت مع المنطقه الازهريه عندي في الغربيه، وتبين ان هم كانوا طالبين حوالي 12 طلب بالنسبه للمدرسه لاستكمال المدرسه واستلامها من الاداره الهندسيه بالازهر في القاهره. لكن حتى الان في بعض الطلبات اللي هي موجوده ما استكملتش في المدرسه، وهي تركيب حنفيه حريق وانشاء معمل علوم وانشاء دوره مياه للمدرسين والمدرسات وفصل دورات المياه للبنين والبنات وتجهيز مكتبه وعمل كنترول. هي دي الحاجات اللي كانت واقفه عشان نشغل المعاهد يا فندم؟ لا، ده في حاجات ثاني، في حاجات كانوا طالبينها وتمت بالاضافه لدول النوافذ تم تجهيزها واغلاق السطح وتم تجهيزه وفتحة المناولة تم تجهيزها وعمل حاسب آلي وعدلات مية وكهرباء تم تنفيذهم، لكن الباقي الحاجات اللي حضرتك لسه ما تمتش استكمالها. انا عموما هتواصل مع فضيلة الإمام الأكبر في القاهرة وهعرض عليه الموقف، وهو على أساس ان هو يحاول بقدر الإمكان يساهم معانا ولو مساهمة بسيطة في استكمال باقي الإنشاءات الموجودة في المعهد، على أساس ان احنا نبدأ نشغل المعهد. طيب. زي الفل. ونشغل للبنات. يعني هتفرق مع الناس جدا يا فندم، جدا، لان الناس فعلا بتقول لك المعاهد موجوده وعايزين نعلم ولادنا التعليم الازهري اللي بنثق فيه، بس الموضوع التشغيل ده. طيب السكه الحديد يا فندم بقى، موضوع عامل المزلقان اللي اختلفنا عليه انا وحضرتك، عملنا فيه ايه؟ ما فيش اختلاف يا فندم. لا، الاختلاف ما كانش على ان احنا نشغله ولا لا، الاختلاف كان حضرتك كنت بتقول لي اكيد في حاجه غلط في المعلومات اللي قالوها اهل القريه، لانه مش معقول يبقى الموضوع واقف على تعيين عامل مزلقان. هي بنتكلم بس على رصف السكه الحديد، الحته الواصله دي ان هي كانت تترصف. انا تواصلت مع رئيس مجلس المدينه وتواصلت بعد كده مع السيد اللواء حامد رئيس هيئه السكه الحديد في القاهره على هذا الوضع، وقلت له ان المنفذ ده منفذ حيوي. هو قال لي طبعا ده يعني فتحه يعني غير مزقان، غير مسموح فيه هو من وجهه نظره، لكن هو بالنسبه للمواطنين هي فتحه حيويه بالنسبه لهم ومنفذ حيوي بالنسبه لهم، على اساس ان هو بيحدد المسافه. اقرب مزقان كل مزقان والثاني 2 كيلو، المسافه اللي موجوده حاليا 1400 كيلو، فالفرق بين حوالي 600 متر تقريبا. فانا قلت له احنا هنحاول يعني بقدر الامكان نتغاضى على هذا المكان، ونحاول نحاول ندبر عامل مزقان او بعض عمال المزقان. طبعا هي ما بتبقاش نبطشيه واحده، طبعا اكثر من نبطشيه. طيب. في مسؤوليه هيئه السكه الحديد طبعا فتح وقفل المزقان، عشان دي بيتعاملوا طبعا مع قطاعات السكه الحديد وليها نظام معين في عمليه الغلق والقفل. ما ينفعش اي موظف سواء مجلس المدينه او اي من الاهالي يكون موجود على الاماكن دي، واحنا هنبعت له خطاب من عندي ومن عند السيد مساعد وزير الداخليه مدير الامن على موقف بالنسبه لهذا المزقان، وان شاء الله هو وعد ان هو هيطرح الموضوع على السيد وزير النقل والسيد. طيب الوزراء. معلش يا فندم نسرع بس شويه فيه، الله يخليك. ماشي. يعني على قد ما نقدر يا فندم نسرع في الموضوع ده لو سمحت. تمام. أنا عايز برضو أقول لك بالنسبة لأكمل حصة، أكمل حصة فيها وحدة صحية من 2001، وفيها 3 أطباء بشري و6 أسنان و5 صيادلة و11 ممرض. وحضرتك ذكرت معانا في التقرير في اللقاء اللي عملناه إنه حضرتك هتطالب بتوافر مجموعة إضافية من الأخصائيين باطنة والجلدية والرمد وغيره، فحضرتك طلبت ده بالفعل من وزارة الصحة؟ تمام، وانا اديت تعليمات للاستاذ وكيل وزاره الصحه ان يبدا وان شاء الله وينتهي من هذا. طيب ده رائع. انا حقيقي عايز اشكرك جدا جزيل الشكر سياده اللواء احمد ضيف صقر، اولا على استقبال حضرتك لينا وانك سمعت معانا كل المشاكل، وعايزه بس اقول كلمه حق، بس اسمح لي يعني اشكرك الاول سياده اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربيه. ده ما كانش اقتراحنا احنا انه النهارده بعد ما نعرض التقرير بمشاكله وبكل الهموم واللي فيه ان احنا نعيد التواصل مع سياده المحافظ، ده كان اقتراحه هو على فكره. يعني هو سياده المحافظ يومها واحنا بنسجل معاه الكلام ده لسه من يعني ما يزيد قليلا عن 48 ساعه، الحقيقه هو اللي طلب. قلنا له طب احنا هنعمل فولو اب متابعه مع حضرتك في خلال اسابيع، قال لا بعد اذنكم اتصلوا بيا يوم ما هتذيعوا الحلقه علشان انا هيكون عندي اخبار جديده، لاني فورا دلوقتي هبدا اشتغل. دي ناس عايزة تشتغل حقيقي وبدون أي مجاملة. أنا سعيدة جدا أنه في الحمد لله أخبار جديدة وهايلة
لأهالي منشية سليمان والأهالي أقوى الحصة. بجد سعيدة قوي إنه إن شاء الله هيبقى فيه، أولاً في جدول زمني محطوط، مش كلام كده بنقوله وخلاص، في جدول زمني، في خطة واضحة، في أكثر من تحرك على الأرض علشان يكون في تحسين لمستوى المعيشي بصفة عامة للمواطن المصري. أنا بشكر حضراتكم جزيل الشكر على متابعتكم لينا، إن شاء الله بإذن الله هننزل محافظات أكتر وأحياء ومدن وقرى أكتر. اتصلوا بينا وبعتولنا وقولولنا فين المشاكل اللي موجودة عشان ننزل إحنا بكاميرات صباح دريم ونصور ونقدم لحضراتكم مشاكلكم، وبإذن الله يا رب ربنا يجعلنا سبب في إن جزء ولو صغير منها يتحل. هسيب حضراتكم دلوقتي ونتقابل بكرة إن شاء الله، بس اسمحوا لي أشكر من كل قلبي زملائي في فريق العمل، أستاذ أحمد صقر وزميلي العزيز المخرج أمجد شمخ، وأشكر كمان زميلة عزيزة جدا عليا وهي إنجي بدر. إنجي الحقيقة زميلة لينا خريجة 2013، الشباب الصغير المتحمس جدا. إنجي بدون ما حد يطلب منها كانت طول ساعات التصوير واقفة بتكتب أسامي المواطنين وبتكتب المشاكل بتاعتهم، ومش بس كده، لما روحنا الحقيقة لسيادة المحافظ كمان من غير ما حد يطلب منها كان في ورق قد كده، الحقيقة كان متسلم لمكتب معالي المحافظ. بشكرك جدا يا إنجي، أنت واللي زيك بتدوا حقيقي أمل إنه الشباب متحمس قوي لما بس بيكون عنده فرصة إن هو يقدم حاجة أكتر من رائعة. طبعا مش هقدر أنسى زميلنا العزيز محمد حمزة مدير إنتاج صباح دريم، بشكرك يا حمزة كل الشكر الحقيقة، تتعب معانا أنا عارفة، بس إن شاء الله ما تقلقش لسه هنتعب أكتر كمان من كده. بشكر حضراتكم جزيل الشكر، نشوفكم بكرة بإذن الله في تمام التاسعة صباحا، صباحكم صباح دريم.